مساكم الله بالخير. نرجع لموضوع تركيا. قلت لكم هذه مو أول ولا آخر حادثة، بعرض لكم بعض الحوادث اللي صارت لمتابعيني بس اللي دزوها لي. هذا أخ يقول بشارع استغلال تعرض للسلب بالقوة بمبلغ 2000 دولار من قبل عصابات أتراك الشرطة، الشرطة متعاونة معهم. للأمانة أنا لما أقول دول محترمة، الأخ الكويتي اللي تم الاعتداء عليه قبل يومين بدت ترى الشرارة من شرطي. الشرطي طق إيده رفض يسلم عليه، ومسكوه ناس من قدام الشرطي وسحبوه بعيد. ولما الشرطي صرخ عليه، مسكوه وخروه بعيد، وتم اعتداء عليه من قبل 4 أشخاص مارين ما لهم علاقة بالقضية اللي حصلت له بمقهى اللي بسببها راح يشتكي عند الشرطي. واللي يقول ايش معنى بس الكويتيين تم اعتداء عليهم او بس الكويتيين والسعوديين، الكلام هذا غير صحيح. انا ذكرت لكم حادثة اعتداء على سوري الله يرحمه توفي بسبب سيجارة قال له ما دخل. والمرة طافت لما تكلمت عن الموضوع كان في مغربي تم قتله بالشارع من قبل سايق التاكسي اللي رفض يوصله لان المشوار قريب. وكثير ترى من اللي يروحون يشوفون اساليب مستفزة. هذا واحد من المتابعين يقول رحت لها اول مرة الصيف هذا واخر مرة بسبب الاسلوب الاستفزازي. وهذا اخ يقول رفعوا علي مسدس عشان اعترضت على الحساب، يعطيك فاتورة مضاعف سعرها او اشياء مطالبها ورفعوا علي مسدس لان اعترض على الحساب. وهذه اخت تقول رحت ترانزيت اسطنبول بعد ركبت الطيارة اللي بعدها، اساليب الاستفزاز ومن ركاب من الشعب يعني المواطنين، ويرفسون الكرسي اللي انا حاجزه عليه، ويعني شو اقول لكم، وكأن هي صاحبة الذنب ان الطيارة فل. ليش؟ لان عربية، شكلها عربي طبعا. وهذه شهادة اخ يتعامل معاهم من 2007 بيع وشراء، يقول يعني تعاملهم سيء جدا وحقودين علينا كعرب. وهذا أخ من أمثال اللي يدافعون عن تركيا، عنده مكتب عقار في تركيا من واضح من اسم الحساب، فيدافع يبرر لهم، يبي يبرر. فش قاعد يقول؟ يقول يا أخي في دول أخس، يعني أنت تعترف أن التعامل هناك خسيس بس في دول أخس، فأنت تقبل بالخسيس لأن في دول أخس. أنت تقبل كيفك، إحنا ما نقبل، يمكن عندك مصلحة. وأنا أقول أغلب اللي يدافعون قلتها من قبل عنده مصالح تجارية هناك أو شاري هناك أو متورط بعقار أو مورط ناس تعالوا اشتروا معاي وتورطوا وشروا، فيبرر ما عليكم منهم كلام فاضي خرطي. ترى كل اللي حصلت لهم مواقف كانوا يقولون هالكلام، كانوا يعتقدون أنه ما راح يحصل له الموقف وحصل له الموقف. هذا أخ يقول انطقينا احنا 3 شباب ودفعنا حق المستشفى 1200 دينار عشان نعالج من الإصابات اللي حصلت لنا. طبعا هوشة مع أتراك. وقلت لكم والله العظيم من سنة 86 أنا كنت أروح حق تركيا مع أهلي، وظاهرة منتشرة اعتداء الشباب على الخليجيين. وهذا أخي يقول موظف المطار بتركيا صرخ على بنتي عمرها 4 سنوات لأنها تعدت الخط المرسوم على الأرض، خط الانتظار. يعني تخيلوا عاد أنتوا شنو سوء التعامل. وهذا أخي يقول حصل لي موقف قدام الشرطة قبل شهر باسطنبول وما سووا له شيء الشرطة، وكانت هذه يعني هذا قراره انه آخر رحلة له، ما راح يروح مرة ثانية. وهذا أخي يقول عمي راد من 5 أيام شاف 4 يطقون عربي راح يفاكك، طقوه وشقوا حلجة 4 غرز. ويقول طبعا ما في تصوير وهربوا الشباب. والمضحك انه يعني حريم السلطان أسميهم أنا وعبيد تركيا ناشرين مقطع لتاجر مخدرات تم القبض عليه قبل أسبوع يمكن، وقالين أن هذا الشخص هو المعتدي وتم القبض عليه. شوفوا التطبيل لأي درجة والتبرير لتركيا لأي درجة، حتى يكذبون يركبون مقاطع، يعني يحطون مقاطع ويقولون أن هذه هذا تفاعل سلطات تركيا مع حادثة الاعتداء على الكويتي. وهذا أخي يقول وقفوني أنا والدتي بالشارع أيام موضوع خاشقجي واستفزاز وكلمات سيئة بحجة أنه وين خاشقجي، هو مواطن سعودي لأنه شافوا جوازة سعودي وقفوه وبدوا يعني
يعني يقطون عليه شتائم ويقول بالكاد تخلصت منهم. وهذا أخي يقول سنة 2016 تركي ختم جوازي ورماه بالأرض ورفض يشيله، وعقبها طبعا حلفت ما أرجع مرة ثانية. أنا أقول إنك كفو، واللي يحصل له موقف مهين ويتحمله. وهذا أخي يقول لا تنسى الشاب اليمني اللي انضرب حتى الموت، صراحة من كثر الأحداث اللي تحصل بتركيا ما أتذكر كل الأحداث ولا أقدر أتابعها كلها. هذا أخي يقول رحت لها قبل 10 سنوات أول ما هبوا فيها، يقول ما شفت شيء لكن شفت شون يعني يتملحون ويتذلون الأوروبي وشون ينظرون له بنظرة سيئة، يقول ما رجعت لهم مرة ثانية. وهذا أخي يقول أنا حصلت لي مشكلة والشرطة واقفة تفرج، ويقسم بالله وتالله ووالله أن ما اعتديت وما غلطت على أي شخص، فقط لأنه سمع كلامي عربي الشرطة على طول توقف ضدك يعني لأن أنت عربي. وهذا أخي يقول قبل سنة اكسروا السيارة وسرقوا اللي فيها، ويوم دقيت على الشرطة قالوا ما راح نيك، أنت تعال تشتكي تعال. ورحت المخفر وقعدت 4 ساعات، وبعد أكثر من 4 ساعات آخر شيء قالوا لي أنتوا العرب مهملين وتلبسون ماركات عالمية وتصيرون يعني مصيدة للحرامية. هذا رد شرطة بالله عليكم. وهذا أخي يقول أعرف ناس سافرون من عندنا تم الاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم لكن بدون تصوير، وما يبون أحد يدري أنها فضيحة بحقهم، وهم كانوا من اللي يمدحون السياحة في تركيا لكن الآن ما يرغبون بالسفر لها. وهذا يقول أحد أقارب كويتي واستأجر عقار لا مع أهله في صبنجة، تم التهجم عليه من قبل صاحب العقار ومع أصدقائه وعددهم 6 أتراك، وضربوه هو مع ابنه الشاب، وتصوير مجمع سكني بيّن كل شيء، لكن يعني حفاظا على تواجد أهله وكانوا مفجوعين والتزم الصمت وبلع الموضوع وعشان ما ينتشر المقطع بعد، وقرر العودة للكويت فورا بدون ما يصعد الموضوع. وهذا أخي يقول أنا عمتي بالعام ركزة تخيلوا الممرضة عطتها كف بتركيا وخنقتها عشان قالت عطوني تلفوني أكثر من مرة، تلح عليهم عطوني تلفوني عطوني تلفوني، عطتها كف وخنقتها تخيلوا. وهذا أخي يقول نشلوني ورفضت الشرطة تأخذ بلاغ إلا بعد ما تواصلت مع السفارة، ووفروا لي مترجم وقالوا لا تذكر الفلوس، أهم شيء الأوراق والأمور هذه لنواحي أمنية. واللي يقولون اشمعنا واشمعنا ما تتكلم عن هني، وتكلمنا عن السرقات في أوروبا وتكلمنا عن النشل وتكلمنا، لكن مثل ما قلت لكم شيء قدام الشرطي مستحيل يحصل في دولة محترمة. قدام الشرطي أو ردة فعل سيئة من شرطي يمكن يسويها الشرطي بشكل عنصري يخشها يخاف، أما بتركيا لا يخاف ولا يخشها ولا يرد على أحد. فهذا السبب، وطبعا كثرة الخليجيين اللي يروحون تركيا وكثرة الحوادث اللي تصير لهم هي اللي تخلينا مركزين على تركيا. ومثل ما قلت لكم لو ما تم تصوير هذا الشخص ولو لم تحدث هذه الحادثة في منطقة اللي هي طرابزون أظن اللي أغلبها سياح عرب لما تفاعلوا، لو صار حتى مع التصوير باسطنبول كان ما تفاعل شرطة اسطنبول بالشكل تفاعلت فيه شرطة طرابزون، لأن خايفين على السياحة عندهم والعرب. ومثل ما قلت لكم لو لم يتم تصويره كان ما حد درى عنه وضاع حقه.